على فكرة كده كتير. يا مازن يا استاذ وائل، يا عم انت بتعمل فينا كده ليه؟ طب ما تروح تتعالج. حد يشيله. طب حط له ميه اي حاجه. طب لا انا ماشي. طب طب نفهم يا جماعه الامن فين؟ يا جماعه الامن يا جماعه حرام عليكم. طيب سايبينه كده ليه يا جماعة؟ يا جماعة يا يحيى ما بيتحركش. انتوا ازاي سايبينه كده اساسا؟ انتوا ايه ما عندكوش احساس ولا ايه؟ ارموه بره يا جماعة يلا. يعني ايه ارموه بره؟ انت ما عندكش قلب ولا ايه؟ مش فاهمة. اللي بتتكلم عن مايك دوم عنده ايه ده؟ ايه ده؟ ده مش اسلوب خالص يعني، ده بني ادم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله. إزاي كده طيب؟ أنا منة، تعالي منة، تعالي. إيه يا منة؟ يا منة. يا منة. نقعد معاك يا منة. إزيك يا منة؟ منة. منة، إزاي؟ عاملة إيه؟ أنا زي الفل. أنتوا بتهزروا على فكرة، ده هزار رخم على فكرة. كل سنه وانت طيبه. فعلا كنا بنهزر. لا ده مش هزار ده. بس انا كنت هموت بجد. بقول لك ايه؟ بس بقى. الحمد لله ما موت. بس جديده، اول مره حد يموت قدامك بجد. انا اصل انا حضرت موته واحده جدتي بس. الله يرحمها. ومن يوميها ما بروحش عزا خالص. فدي بقى يعني كارثة.